ابعد الان، شوف الهجمات هذه، شوف الهجمات، السنوسي الهادي يلعب كره ممتازه الان لاسماعيل الحمادي، اسماعيل ليباكو هو الافضل، هو الافضل، نعم فلا بد ان يسجل، هو الافضل فلا بد ان يسجل، نعم باكو الكسر يفتتح التسجيل في هذه المباراه، الامارات بعشره لاعبين، عشره على عشره، الامارات بعشره لاعبين، عشره على عشره، يسجل باكو الكسر. لاحظ المرور، شوف السنوسي الهادي، شوف انطلاقة السنوسي الهادي، راح السنوسي نقلها على طول للحمادي، الحمادي تسست ولا أجمل، وباكو في المرمى، عشرة على عشرة لصقور راك، نعم صقور راك تتقدم بعشرة لاعبين على العميد. صنقور يرسل كرة عالية للأمام، عاد العميد بعد سيطرة على المباراة، يعود النصر الآن بضربة رأسية من جوستافو، لاحظ ما عجز عنه المهاجمون تكفل به المدافعون، نعم جوستافو إذن يسجل هدف التعادل، كرة صعبة على حارس المرمى، صعبة تماما في زاوية مستحيلة رايحة على طول، لا يلحق بها سيل، ويسجل هدف التعادل الآن النصر. الآن جماهير النصر السعيدة في هذه اللحظات. إذن النصر بعد ما كان متأخر الآن إذا سجل غابياديني، مانيلو غابياديني الآن للنصر، لو سجل راح يكون 7 أهدافا في دوري أدنك المحترفين، ولكن 3 نقاط غابياديني، ويسجل الآن ليتقدم النصر، وفرحة هذا الرجل وابنه إذن في المدرجات، النصر إذن في الوقت بدل الضايع ينجح بالفوز حتى الآن على الإمارات بركلة جزاء احتسبت، فرحة كبيرة. سيل عبد الله قدمت مباراة كبيرة يا سيل، 7 أهداف غابياديني الآن، النصر إذن ينتصر في الوقت بدل الضايع، لاحظ غابياديني يسجل الآن هدف النصر الثاني، و7 أهدافه في دوري أدنك للمحترفين، يضعها على يمين حارس المرمى غابياديني إذن النصر بعد ما